حضرة الأسياد، مفاهيم ومعلومات من ثقافة الموسيقى الروحانية، كل سهرية جمعة في نفس الميعاد من برنامج حضرة الأسياد. حضرة السيدات، حضرة السادة، أهلا وسهلا بكم وبكنا جميعا على موجات إذاعة الحياة اف ام في برنامجكم حضرة الأسياد. هذه الحصة التي نتناول فيها للون موسيقي مغاير للسائد الآن هو الموسيقى الصوفية، الموسيقى الروحانية. طبعا باش تكون هذه الإطلالة الموسيقية منفردة لأنها تحتوي على كلمات وأشعار من النوع الثقيل، هذه الأشعار متغلغلة في تاريخ الأدب العربي. تناولنا في الحصة الفارطة إلى شخصية تعرفنا عليها، هي شخصية الحلاج، و يعني عملنا جولة عبر التاريخ والجغرافيا لفترة الحلاج. بطبيعة الحال احنا باش نبداو سؤالنا اليوم اللي باش نلقيوه على ضيوفنا الكرام، سي نور الدين الغماري الباحث في التراث المادي واللامادي، وهو باحث وفنان سي نور الدين، وبصراحة يعني موسوعة ثقافية متميزة، وشرفنا باش يكون ديما موجود معنا في الحصة، إضافة إلى المنشد والمقرأ. في برشا يعني عندي برشا حاجات باهية، والمهم ما خرجش على الإطار الصوفي. خونا وليد القهواجي، مرحبا بيك سي نور الدين. مرحبا بيك. مرحبا بيك ومرحبا بالسادة المستمعين. سي نور الدين، أنا نحب تعمل لنا خلاصة صغيرة ولو يعني مختصرة جدا للحصة الفارطة. يعني انه الحصة الفارطة تعرضنا يعني الى الاطار السياسي والاجواء الثقافية يعني والصراعات الموجودة في العصر العباسي يعني، وتعرضنا يعني عملنا مقدمة وتقريبا تعمقناش بكده، وعملنا الفرق ما بين الدولة الاموية والدولة العباسية وشنية التغيرات خاصة الثقافية والفكرية اللي اختلفت على زوج دول، وقدمنا الحلاج يعني شنية اشكاليات العصر متاعه وشنية الطرح متاعه. هو سي نور الدين، انت قلت كلمة مهمة، قلت ما تعمقناش برشا الحصة، معناها يعني من خصائص الحصة ما نجموش اذا كان مش نتعمقوا باش نوليو نحكيو على يعني باش تولي يعني نظرة تاريخية وندخل في جزئيات وفي الصراعات السياسية يعني بأجزائها والأجزاء متاع الأجزاء متاعها. ممكن قد يكون المستمع اللي نوجهه له ألف تحية بطبيعة الحال اللي هو يتابع فينا باش ما يتقلقش، ممكن توليش معناها الحصة يعني فيها خمول نوعا ما. المهم تكون الحصة فاريه شوية، موسيقى وشوية يعني حوارات، شوية تساؤلات. المهم اللي حبينا نحكيه عليه اليوم أنا باش نواصله على في شخصية الحلاج، ولكن سؤال أنا يعني فما برشا ناس سألته حتى المتابعين اللي تابعوا فينا في برنامجنا، السؤال لماذا قتل الحلاج بالطريقة المذكورة في أغلب المصادر التاريخية في كتب التاريخ؟ بكلهم أجمعوا على يعني طريقة القتل البشعة. هل ترى، هو سؤال، هل ترى يعني معناها منذ القدم في بغداد امتازت يعني العراق بهذه الحوادث أو يعني صدف؟ هي ليست صدف، ولكن المستشعر لأنه مكان متاع صراعات يعني فيها صراعات طائفية أخ نور الدين. هي صحيح، ولكن الطريقة البشعة اللي متبال الحلاج يعني كما قال الأديب الفرنسي اللي خدم عمل رسالة دكتوراه على الحلاج وأطلق عليه اسم مسيح الإسلام. علاش؟ لأنه الموتة غريبة. لماذا؟ أولا صلب على الطريقة المسيحية، الحلاج وقع صلبه، ثم قطعت أطرافه بالخلاف، ثم حرقت جثته، وقطع رأسه. لطف يعني تقريبا معناها أربع ميتات في موتة واحدة. لذلك هو الغريب، وكأنه تبقى عليه الطقوس الهندوسية متاع حرق الموتى، وتبقى عليه التقاليد المسيحية متاع الصلب.
وطبقوا عليه قطع الأيدي والرجل بالخلاف على الطريقة بما جاء على الطريقة الإسلامية. هذا هو الغريب، خاطر لم يتم عمره ما صارت، خاطر المعروف أنه قبل قطع الرأس فقط. أما أنه وحتى ديجا راهو اللي صار في الحلاج بقات خاصة عملية السحل اللي عرفت بها العراق إلى العصر الحديث. عبد الكريم قاسم رئيس الدولة يعني سحلوه يعني ليه ولي قص الحلاج ليه طريقة قتله لا إنسانية. راهو وصلوا أنه بعد حرق الجثة نتاعو حطوها في نهر دجلة والفرات ذر الرماد على الطريقة الهندوسية، معناتها غريبة معناتها هذا الكل. معناها هل يمكن معناها وصف الحلاج في ذلك الزمن أنه تطرف بأشعاره؟ هناك تطرف بين قوسين، لا من خلال أشعاره لي نحكي لعامة الناس، ليس تطرف. احنا تعرضنا في الحلقة السابقة قلنا شنو مشكلة الحلاج حتى مع نفس الاختصاص نتاعو، معناتها فهمتني هو شنو هو كان اللوم نتاعو حتى الجنيد والأساتذة نتاعو وكبار المتصوف علاش لاموا عليه. قالوا التصوف نخبوي ولا يمكن أن يهبط إلى الشعب. الحلاج جاب تصور آخر، قال التصوف يلزم يكون للشعب ويساهم الشعب في الحياة السياسية الرعية، نقول واحد خاطر قبل فما الشعب فما الرعية، ويلزم يكون خاص ينزل للشعب باش الشعب يرفع المستوى الفكري متاعو ويشارك في الشأن السياسي والشأن الاجتماعي. وهذا هو الخلاف الكبير اللي التصور مختلف اللي مش نشوفه بعدش مش نشوفه. احنا الطرق الصوفية كلها اللي انتشرت كما الشادولية والقادرية مشات فروع، لا مشات للشعبي وابقى النخبوي نادر شوية. خاطر مثلا حتى يجيوا يراجعوا المصادر يعني الغرب والمستشرقين مثلا وحتى توكب الأكاديميين في الجامعات قاد القاد تروا التصوف بقاك الشعب الأسطوري، لكن التصوف العميق وكل شيء بقوا أربع كعبات منهم الحلاج اللي ما كانش عنده طريقة معاده عكس الاخرين كما قلت الشادولية عندها طريقة، القادورية عندها طريقة. هو هنا جرنا الحديث سي نور الدين، معناها السؤال هل يعني وقع، معناها من هنا نفهم هل وقع ظلم الحلاج لأنه نزل هذا العلم إلى عامة الناس، لأنه كما كنت تحكي كانت نخبوية الحكاية به. هذا سي وليد القهواجي سؤال ما تروح عليك انت، هذا توجد في الموسيقى. الموسيقى في العصر العباسي كانت يعني تقام في قصر الخليفة، وكانت يعني الموسيقى يقولوا مثلا اليوم نوبة القصاصين، اليوم نوبة الشعراء، اليوم نوبة المطربين إلى آخره، وكانت يعني نخبوية الموسيقى، وكان الخليفة بنفسه كان يشرف على هذه المجالس إن شئت تسميتها المجالس الفنية. وبالتالي الحركة الموسيقية ما شهدتش تطور كبير ياسر يعني شهدت تطور يعني داخل جدران البلاط، ما كانتش لعامة الناس. هل درى لهنا كيفاش نجموا نعملوا مقارنة بقيت الموسيقى في تلك الفترة حكرا على يعني شخصيات كما منصور زلزل، كما اسحاق الموصلي، الشخصيات المعروفة اللي درسناها في التاريخ وزرياب، ولكن ما بقاتش ما عمتش على الناس الكل. فأنا لهنا أقول رغم اللي ما عمتش ولكن برعاية معناها من الخليفة بنفسه، ممكن كان فما تقرب وتزلف كبير باش تثق على الانتاجات الموسيقية. العكس كما كان يحكي فيه سي نور الدين أنه وقت اللي نزلت خلينا نقولها نسميها الحركة الحلاجية هذه، وقت اللي نزلت إلى عامة الناس صار صدام كبير. معناها كيفاش نجموا نعملوا مقارنة؟ أنت جبت سي شكري على زمان هارون الرشيد، وزمنها هارون الرشيد وخوه موسى الهادي، خوه موسى الهادي منع الشعر ومنعت ضروب الموسيقى بأنواعها. جاء هارون الرشيد فما انفتاح، فما انفتاح في الأدب، فما انفتاح في الموسيقى، فما انفتاح في الشعر، يعني فما قلوا نحن اعتراف بالآخر.
حتى أنه زرياب زار القروان ومصادر كتب التاريخ يعني تقول أنه البقرية اللي احنا نقوله برج البقري كانت قبل يجتمعوا فيها الفقهاء والعلماء كلية أحد ويستمعون إلى الشعر ويستمعون إلى أنواع من الموسيقى الراقية. هذا موجود في كتب التاريخ. فما انفتاح مع هارون الرشيد. ايش معناتها؟ يعني خلى نقولوا احنا الحكايه مصيبه لمن اراد. للي يحب. يعني بدون تعصب وبدون يعني تزلف. ازمه الحلاج هو فما بكري في الكواليس انا وسنور الدين. سهره وردي عنده بيت بتاع شعر. هو جاء بعد الحلاج. يقول بالسر ان باحوا تباحوا دماؤهم. وكذا دماء العاشقين تباح. في عرف الصوفيين سيدي شكري فما حقائق لا يمكن البوح بها، وإذا باح بها ذاك الشخص يعرض حياته للقتل. فما حقائق، فما أنواع متاع تفكير لا يمكن البوح بها للعامة، للخاصة، لا للعامة هي تقعد للخاصة، تكسح تقعد مع الخاصة، اما لعامه الناس يشكل خطرا على صاحب الفكر. هي هذه بيدها نظريه موجوده حتى كي نجي نشوفوا في التراث الاسلامي. الرسول عليه الصلاه والسلام يقول انه خص سيدنا علي ابن ابي طالب ببعض العلوم، معناها اللي مكان ما تنجمش يعني تكون لعامه الناس. المهم يعني احنا قاعدين ندرسوا في شخصيه الحلاج من معناها النواحي يعني الاجتماعيه والنواحي السياسيه، ويعني كيفيه تعامله هو وكيفيه يعني عدم قبوله من معناها من بقيه المجموعه. نجم نقص شويه باش نستمعوا الى فاصل موسيقي صوفي ثم نعود. حضره الاسياد، مفاهيم ومعلومات من ثقافه الموسيقى الروحانيه، كل سهريه جمعه في نفس الميعاد من برنامج حضرة الأسياد. به سي نور الدين. هو بصراحة الموضوع متاع الحلاج موضوع فلسفي، لأنه معناه فما عدة أشياء في الأشعار متاعه. يعني أنا حسيت من وجهة نظري موسيقيا أنه تعاملوا الموسيقيين بكل حذر مع نصوص الحلاج. كي نقولوا بكل حذر نسمعوا موسيقى نوعية متاع موسيقى راقية، نحس فما التأثير أنه النص الشعري فرض على الملحن، فرض عليه هيمنة وفرض عليه وقار. ما نلقاوش، سمحني بين قوسين، يعني موسيقى راقصة وموسيقى صاخبة. وشفتوا هذايا يعني من خلال ما استمعت إليه من عدة يعني مطربين وعدة موسيقيين، معناها تسمع فما حاجة متميزة. السؤال، هل ترى النص فرض يعني نفسه على الشاعر، على الملحن عفوا، أو الملحن وقت اللي تعامل مع النص الحلاج يعني تعامل بقناع أو شيء من هذا الشبيه؟ هو هنا قبل كل شيء لازمنا نستدركوا الساعة قولة سيدي عبد القادر الجيلاني، القولة الشهيرة اللي في الحلاج، قال: لقد تعثر الحلاج ولو أدركته لأخذت بيده. هذه قولة عبد القادر الجيلاني معروفة في الحلاج. حتى من اللي قاله سي وليد أنه فما أسرار يلزمها ما تقالش للعامة. الإشكال وين؟ أنه أسرار الحلاج غير مفهومة للفقهاء وغير مفهومة للعامة، وهذا ما أدى إلى تكفيره. الحلاج شنو تهمته؟ تهمته أنه باش قتلوه. معلش قتلوه؟ كفر وزندق. القولة القول لأنه قالوا زندقوه وكفروه لأنه أشعاره رهيبة، هي المحلة راهي صعيبة. ذاك علاش أنا شفت استمعت العمل الكل، الموسيقيين بصفة عامة يتفاداوا الأبيات، نقولوا احنا الحرشة شوية اللي لو كان حضرتك
لو كان نغنيوها توا تصدر فيك فتوى. ايه موجوده حتى توا مطربين يعني في التسجيلات في اليوتيوب مخلفين ابيات تقريبا اربعه وسته ابيات مخلفهم. يلزم 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 خاطر شوف حتى على مستوى الموال. شوف سي نور الدين وسي وليد يعني فما انا سمعت شعر يعني للحلاج موال مش موزون وخلف تقريب سته ابيات من قصيده كامله خلف سته ابيات. معناها باش تقولي للضروره الشعريه مثلا او ايقاع صعيب شويه لا خلفهم كما قال سي نور الدين تفاديا للصدام مع رجال الدين. هو واظن انه حتى من باب الاحترام للشعائر الدينيه وحتى لا يعني لا ندخل يعني يقولوا احنا في صراعات لا تحمد عقباها يستحضرني. ولكن سمحني اخ وليد هو تو الحلاج صوفي يعيش حاله. اي هل يمكن معناها القول انه الحاله هذه معناها اللي يعيشها كاي متصوف؟ نعرفوا المتصوفين الكل اللي يعيشوا الحالات. لا لازم نفهموا شنو الاشكاليه بالضبط في العالم الاسلامي خاصه. قلنا في الفتره الامويه ما فماش حركه ثقافيه كبيره لانه حتى قبل لا فما في الفتره الامويه ما فماش لا فقهاء كبار ولا حتى شيء ما فماش. خاطر الدولة الإسلامية الحديثة اللي نشأت في الجزيرة العربية وقع ترحيلها تقريبها إلى الإمبراطورية البيزنطية وفي صورة الروم غلبة الروم وتعرف فهمتني. الاختيار في الدولة الأموية كان تقريب الدولة إلى إمبراطورية قريبة وتأثروا التأثيرات كانت حتى على المسكوكات الفلوس معتها. أو الفلوس طبعت كان اشترها روماني واشترها إسلامي اشترها فيه لا إله إلا الله محمد رسول الله واشترها تحمل كتابة بيزنطية خاطر هي مكونات الحضارة كيفاش تنشأت. المميز العصر علاش نقولوا ديما العصر العباسي هو عصر متميز علاش؟ لأنه مش تبدأ تتشكل الحضارة العربية في تنفرد. لا ماهيش تنفرد. قلنا الامويين اقصاوا العرق الفارسي والحضارات الشرقيه القديم باستثناء كانوا متاثرين بالروم والبيزنطيين الامويين. العباسيين مش يجيبوا كونسيبت اخر مش يحلوا الامبراطوريه على الناس كل مش يجيبوا الاتراك اللي نقولوا احنا السلاجقه وكذا فهمتني مش يدخلوا الفرس مش تبني. خاطر ما تنساش في التاريخ نتاعنا احنا الخليفه عمر بن الخطاب من قتله؟ عبد الرحمن بن ملجم فارسي قالوا له علاش قتلتوا؟ قال لهم احنا ما نرفضوا احنا العرق الفارسي افضل من العرق العربي. الاشكاليه اللي تثبت في الاشكاليه الدوله مش جايه في العصر العباسي ومش تبدا مع هارون الرشيد تعرف نكبه البراد اوج الصدام وقتها. لا مش اوج الصدام مش يحاول شوف ما يميز العصر العباسي في عود تنتهيش سياسه الاقصى هي راهي هو الانفتاح. اي لا خاطر سياسه الاقصى ولا حتى في الخليفة عثمان بن عفان لماذا قتل؟ نفس الإشكال إقصاء الطرف الآخر من العنصر العربي. لازم تفهم الإشكالية متاع الدولة الإسلامية يعني الحضارة الإسلامية علاش؟ راهي من الأول بدات ماهيش ماشي قابلة الآخر ولا أنه فهمتني يقول لك قول معناتها يقول لك لا فرق بين عربين أو بين عجمين إلا بالتقوى والإسلام ادعى أن الناس كل أخوة وكل شيء لكن في التطبيق كانت هناك إشكالية كبيرة بارشة متاع عملية علو واحتقار الاجناس الاخرى مما سبب في قتل عمر وقتل عثمان فهمتني. يجي العصر العباسي العصر العباسي مش يكون سلس مش يستقطب والدليل كنقولوا قبل ما تعرف انت القران سي فونيتيك معناتها الكتابه اللغه العربيه فينوتيك لا فيها لا نقاط ولا فيها لا شدات ولا شيء. شكون اللي مش يطور اللغه العربيه في النحو والصرف والشكل؟ شكون؟ ابو الاسود الدؤلي وسيبويه اللي هما فارسيين. نشوفوا طبقه الشعراء ابو نواس عبد الله بن المقفع في نتاع كليله وادمنا سيبوي عبد الله بن المقفع كلهم اغلبيتهم الجحر عاد دونك الطبقه اللي مش تخلق مش اصلها عربي نادرا مش تلقى واحد عربي والبقيه من اجناس اخرى. هو البخاري اصلا حتى المفسرين اكفى اي هو البخاري اصلا عنصر فارسي من بخارى. لهنا لازمنا نفهموا ليش جت الحضاره معناتها مخلفات الحضاره الهنديه القديمه نتاع الهندوس والزردشتيه نتاع المجوس والفورس كلها. الدوله العباسيه عملت انفتاح رهيب جدا. قولوا راح الدوله العباسيه خذت الدرس هي اي وشبيه بالولايات المتحده تورا عهد هارون الرشيد. والدليل انه كما قال المخرج الطلياني اللي عمل لوبارا فرانسيس فورد كابولا
قال أصل السينما هي عربي وليست غربي، لأنه كتاب ألف ليلة وليلة وفيه الخيال العلمي، فيه السينما، فيه المسرح، فيه كل شيء. قال قرأوا لو كان نجي نشوفه الأصل هو لأنه في حكاية ألف ليلة وليلة لم جميع القصص من الحضارات، كل القصص الفارسية والقصص الهندية القديمة والروماني، هذا هو مفهوم الحضارة. لهنا راهو شوف نفس مفهوم الحضارة هو يقوم على التعايش، الحضارة هذا تقوم هو على التعايش، يقوم على التعايش، لأنه نحب ولا نكره راهو فما حضارات يعني تضمحل، فما حضارات تتولد من الجديد. وأحنا الصراع اللي صار لنا سي نور الدين وأخ وليد يعني ما خليناش يعد الدروس، لأنه يعني وكان وصلنا بالانفتاح اللي صار في الدولة العباسية بفهم الآخر وجذب الآخر والتعامل مع الآخر ودمج الآخر وانسيها وذوبان الآخر في وسط المجتمع، مش ناخذ منه العلماء وبعد ما نعطيوش فما حاجات معناها. المهم اسمع، يعني شفت الموضوع متشعب كثير. شكري إذا تسمح لي وبعد إذنك، أنا استحضرني قولة متاع أبو حامد الغزالي يقول قدر كل جديد محدث أن يجهض وأن يقاوم في المهد. الأدباء والشعراء والكبار المتصوفة تعرضوا لهذه الوشايات. أنت أبو الحسن الشاذولي جات فيه وشاية على شعب الانقلاب، يعني على الأمير وهرب وغيره 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 وغيره. يعني أنا أقول لك أنه المشكلة متاع الحلاج أنه صدرت فيه وشاية سياسية وأصبح يمثل خطرا داهما كبيرا على الخلافة في ذلك الوقت، فجعلوه عبرة لمن يعتبر. أنا في ظني أنا نوافقك المتواضع. أخ وليد أنا نوافقك، لأنه هو كما كان يحكي سي نور الدين وحكينا في الحصة الفارطة، هو نزل للشعب، هو أصبح يعني مناضل معناها عنده أتباع وأنصار وأتباع ما انفردش، فهمتني؟ مما بطبيعة الحال قلق السلطة لا تسمح لي أخ شخري أشكرك. علاش تأسيس الدولة الإسلامية ده معناتها كي بدات تبدأ، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان رجل دين وهو رجل سياسة. كي مشيت للدولة الأموية، الدولة الأموية حاولت تتفادى رجال الدين. وقتاش رجال الدين مش وليوا مونوبول ومؤثر؟ في العهد العباسي وقع اقتسام السلطة، السلطة السياسية شيء والسلطة الدينية شيء ودوزيها السلطة الدينية. وعادة في التاريخ ناخذ فما تحالف صار، لا تحالف نعم، لأنه السلطة الدينية مش تتهيئ الشعب باش تسهل الحكم للسلطان أو للخليفة. وذاك علاش نشوفوا حادث أبي حنيفة. أبي حنيفة عرض عليه القضاء فرفض، وفتالي سجينة، لأنه لما حبش يوالي يدخل في حكاية أنه رجال الدين توالي السلطة. لهنا شنية الإشكالية في الفترة ذيك؟ أولا يقع الخلاف متاع المعتزلة في عهد المأمون، والمأمون مال إلى المعتزلة لأنه كان مستنير. المأمون رجل فكر مستنير، اللي المعتزلة شكون على جاذدهم؟ رجال الفقه الكلاسيكيين، وقلوا احنا اللي جمدوا كل شيء. لهنا بقات العملية هذيك لابد من تخذير الشعب، خطر وبعد فما قولة قالها كارل ماركس العبيد ما فهمتهاش، الناس اللي ما عندها ثقافة مش، قال الدين أفيون الشعوب، لا يقصد الدين يعني كالدين يتسلط عليه ناس ويجمدوه ويأثروا في الناس، لهنا يجمد الفكر البشري. اللي صار أنه وقت الحركة اللي هي حركة الحلاج هي حركة فكرية فلسفية في إعادة قراءة. فأنت في بالك الحلاج ماذا أفتى وعلاش حسبوه؟ الحلاج قال الإنسان ما عندوش فلوس باش يمشي حج، يمشي يطعم 60 مسكين ويتوف ببيته. قال مدام الشيء هو بالقلب وتكون انت حاضر بقلبك كذا قال هو. قالوا له صار انت هذا يا زنديق وكافر ومش حرف الشعائر الاسلاميه والشريعه. لهنا قلت لهنا نبدا تطرح كيفاش هو كلها المتصوفين بداوا يقربوا يخدموا في عقلهم، ايه بي رفضوا الجمود هذا. شكون كان ترهم الناس كل اللي جذدهم؟ هي الناس اللي عندها السلطه الدينيه في ذلك الوقت بمفهومها اللي تشرع للسلطان واضح. ولهنا راهو على فكره احنا ما نحبوش نغوصوا برشا
راحوا لانه بعد في عركه المعتزله قلنا جاء المتوكل وجمد كل شيء صاغوا قالب ديني أي. هاي كيفاش تتم الصلاة ها وكذا ها وكذا ها في الحركات ويقف كل شيء غادي منع بعدها الاجتهاد ممنوع الاجتهاد وفينا على أربع مذاهب أي. وقعدنا كيك من غير حد شيء ألف سنة وأحنا جامدين نقفوا أحنا لهنا زاد كيف كيف في هذا الجزء للاستماع إلى فاصل موسيقي صوفي متميز ثم نعود. حضرة الأسياد مفاهيم ومعلومات من ثقافة الموسيقى الروحانية كل سهرية جمعة في نفس الميعاد من برنامج حضرة الأسياد. عدنا حضرة السادة والسيدات إلى السؤال والجزء الأخير من حصتنا اليوم. بطبيعة الحال نزيد ونأكد أنه ما نجموش نغوصوا سي نور الدين وسي وليد في عدة جزئيات لأنه باش تختلف لهنا حتى السادة المستمعين يعني القراءة ممكن قد يكون تتأول وتختلف معناها الرؤية باش نحكيه معناها كان يقلين فقط. السؤال الشخصية الحلاج في عيون المثقفين العرب وبصفة خاصة المستشرقين أكيد الشخصية هذه ما في التاريخ ما مرتش مرور الكرام والتو قاعدين يبحثوا فيها ما نعرفش شنو رايك سي نور الدين. طبعا لانه شخصيه الحلاج كي تشوفها توا تلقاها هذيك هي الفكر حريه الفرد العمل الجمعياتي خدمه المجتمع اعمال العقل في اي قضيه نبذ المسلمات معناتها هي قضايا البشريه في الوقت الحاضر كي نحكيو على الديمقراطيه وعلى حريه الفرد هي اللي طرحها الحلاج. ولكن توا اللي طرحته انت يعني الاستنتاجات هذه سي نور الدين هي مهم معناها مهمه جدا في حياة العصر الحالي لأنه يعني مسلمات هل ترى وقع الاستفادة من الغوص في أقوال وكلمات الحلاجي هل وقع استثمار هذه يعني خلنا نجم نقوله القواعد في الحياة. لا شوف المستشرقين تو كن شوف المستشرقين تو دوليا فما اهتمام بمولانا جلال الدين الرومي كشخصية عالمية لأنه مجلنا دي اللومي كان المبدأ بتاعه أنه يلزمنا نتعيش مع بعضنا مهما كانت الديانة بتاعك سواء كنت مسيحي يهودي مسلم يجب عنده مثل يضربه ممتاز برشا مولانا جلال اللومي يقول لك فما معلم عنده تلميذ حاشات أحوج عنده دبوزة لحو اللي راه فيها ثلاثة بابس قال له يا سيدي قال المعلم قال له برا يا طفل جيبك الدبوزة قال له سيدي راهم ثلاثة قال له كسر واحدة وجيب الباقي. هو علاش يضرب المثل هذا جلال الدين الروم يقول لك الدين دين واحد من عند المولى وما خيل للعامة هذه الفوارق صنعها الفكر الإنساني الذي لم يستوعب الجوهر الدين. حضرة ربي نرجع للقرآن يقول إن الدين عند الله الإسلام والإسلام يعني ما هوش بمفهومنا احنا راه على فكرة راه الإسلام هو دين البشرية تقسيمات الاخرى ملل خاطر حتى قصرت لنا مشكله ما راهو ما فماش لا دين لا مسيحي ولا دين يهودي راهي ملل المله اليهوديه والمله المسيحيه ومله محمد لكن الاسلام هو دين الانسانيه والبشريه هو الدين العالمي هو القران هو دستور الانسانيه والبشريه دستور عالمي. بالهنا بنجمو زاد سؤال نطرحوه انت كنت تقول سي نور الدين انه الفكر الانساني يزم يكون متحرك ما يكون جامد وهذا اللي نحكي فيه القضيه هذا هو ينجم يكون يعني الفكر الانساني يعني اجتهد وفصل يعني اشياء قد يكون شكرا هنا كنت تسمح لي فكره انا من خلال دراستي التاريخ القيرواني تعرف لك علاش قربان تخلفت كنقول لك تقعد نفس الحكايه لانه اوج القيروان وازدهارها في العهد الأغلبي. على ماذا قام العهد الأغلبي؟ على استقطاب جميع العناصر الفارسي والبيزنطية والبربرية واليهودية كلها عملت الحضارة. وقتاش القروان بدأت تتخلف؟ عندما ملكت جانب قدسي غير صحيح فانغلقت على نفسها ومنعت دخول الآخر
من هنا بدأت نكبة القيروان. أهم حاجة هي شنو؟ أي مجتمع ينغلق على ذاته مصيره الزوال والنهاية والتخلف، وأي مجتمع يكون متفتح متفتح اللي ماشي فيه توا السياسات كما ألمانيا والإنجليز والأمريكان هاتش عند كندا وكلها ماشيين في الفكر السليم. أنا هي اللي قاعدة المجتمعات قاعدة المتخلفة، أنا هي المجتمعات المغلقة اللي ما فهمتش متطلبات العصر وما فهمتش روح الدين. هذا يلزم أكبر درس قدمونا الحلاج راه. الحلاج كان على مذهب كما كانت، ولا أنه هو سابق مولانا جدل الرومي، كان في نفس الفكرة. هذا المهم لهنا سي نور الدين، يعطيك الصحة. هذا الاستنتاج هذا اللي حبينا نوصلوا به، لأنه احنا باش ندرسوا شخصية مش نتعد معناها باش نحكيوا عليها اش عملت وكذا وصدامها، ولكن فما استنتاج رغم معناها الظروف اللي السيئة والظروف يعني الخايبة برشا لنهاية الحلاج، ولكن نشوفوا المحتوى الحديث متاعه يعني هو سابق عصره بقرون. هو سي شكري كنت اسمح لي بعد اذنك بعد اذن سي نور الدين، انه هل كان الحلاج المسلك اللي مشى فيه الحلاج يؤدي حتما الى الموت؟ يعني يعرف انه المسلك هذا سيكلفه نفسه وهو مشى في المسلك هذا، بدليل انه عنده قول مشهورة يقول تهدى الاضاحي واهدي مهجتي ودمي. لكن هو هنا كما قلت انت يعني تو اجيال القرون احنا نتحدث عن الحلاج الى يومنا هذا وما زلنا، يعني هو ما حبش روحه كان يعيش كنفك العصر هذاك، يحب يخلد الذكرى نتاعه الى عصور واجيال و وحتى نبسط يعني للساده المجتمعين. انت جبت بكري النقطه، قلت انه فما بعض ابيات نتاع الحلاج فما فنانين يعني يخلفوهم كل الابيات هذوك. نقول لك فما وقعت الفريد الاطرش القصيد تاع الاخت الصغير وحياتي عينك وهي عندي مثلما الايمان عندي، هي اصلا تعرف شنية مثلما القران عندكم. فريد قال لا، قال ما نجمش يعني نمس شعائر المسلمين واحترم شعائر المسلمين بدلها، فمثلما الايمان عندك ومن غير لي زيد اللي حتى عبد الوهاب ما هو افتى فيها، واللي هي قال معناتها جاي للدنيا ما هو الازهر زاد افتى بتحريمها الاغنيه. مع انه هذه هي الاشكاليه، انه سلطويه رجال الدين اللي جمدونا الفكر وكل حاجه الحاجه يجزمون عليها حرام ويصلبوا ويقتلوا وكذا وكذا، فهمتني؟ عطلونا الفكر الانساني. انا سي نور الدين انا مع احترام الحقيقه الشعائر الدينيه بصفه عامه، توا كما قلت انت كما عبد الوهاب وكما فريد وكما غيره وبرشا فنانين تحشاوا الدخول في صراعات اخرى فكريه، فيعني من باب الاحترام ومن باب يعني يقولوا نحن عدم الخوض في معارك لا تحمد عقباها، بدلوا الكلمات هذيك لعدم يعني المساس بالشعائر واحترام يعني الناس في ظني المتواضع. يعني انا يا شيخ وليد شوف انا راني ضدك في الحكايه دي، علاش؟ شوف حكايه الرق تحرير العبيد، الإسلام كان واضح وصريح دعا إلى تحرير العبيد طبعا. مدى تحررت البشرية الفكرة واضحة في القرآن، معناتها لو كان جينا عندنا عقول رانا بديناها من القرن الثامن والتاسع البشرية الإنسانية القرن الماضي صحيح. القرن 19 ميلادي وأمريكا خاطت حرب اللي حرب الشمال الجنوب واختيل فيها الرئيس وما اقتنع المجتمع الامريكي الا في الالفينيات رغم ان القانون ما يميز الافكار. يا شيخ وليد شنو ديت الافكار السليمه راهي لازمتها وقت طبعا، لكن يبقى في التاريخ وشنو من كان رائدها، خاطر بعد تولي حاجه عاديه كما صار في بورقيبه ونفس الحكايه الصدمه بالسلطه الدينيه. هو شو ثم توا اصبح عندنا مجتمع واللي راه في حاجات عاديه، هذه هي المشكله. هو راهو بصفه عامه اللي الاستنتاج اللي نستنتجوه انه فما ناس تمهد الطريق الى الاخر ويمشيوا ضحايا، معناها هما كما نقولوا باللغه نتاعنا يكيسوا الكياس ولكن ما يمشيوش عليه، ما يسوقوش عليه دراجاتهم ولا سياراتهم، يخليوه الناس الاخرين
وهذا هو هو يعني العمل كل انسان يعني تقريب هو يمهد وكما اللي يزرع ولده معناها هو اللي ياكل الثمره. احنا الحوار مازال شيق ومازال طويل، ولكن لغالب ظروف الحصة والتوقيت يخلينا باش نكتفيه بهذا القدر. حضرات السادة والسيدات، هكذا نصل إلى اختتام حصتنا اليوم. تنجموا تتابعونا بطبيعة الحال على صفحة الفيسبوك إذاعة الحياة FM. شكرا سي نور الدين الغماري، نقول لك بارك الله فيك. أخ وليد القهواجي تختم لنا يعني بعد فاصل، أنت نسمع إلى أغنية أو يعني أشعار إلى الشيخ الحلاج. لبيك لبيك يا سري ونجوائي، لبيك لبيك يا قصدي ومعنائي، أدعوك بل أنت تدعوني إليك، فهل ناديت إياك أم ناديت إيائي؟ يا عين عين وجودي، يا عين عين وجودي، يا مدى همامي، يا منطقي وعبارتي وإيماني. الله الله سي وليد يعطيك الصحة. حضرة السادة والسيدات، نختتم هذه الحصة بهذا الفاصل الموسيقي للحاج للحلاج. شكرا على المتابعة، تصبحون على خير. حضرة الأسياد، مفاهيم ومعلومات من ثقافة الموسيقى الروحانية، كل سهرية جمعة في نفس الميعاد من برنامج حضرة الأسياد.